وكلامه على النية أم حديث قرأته أو سمعته منه صلى الله عليه وسلم أبادر بالعمل جامع نصف الأول الذي يتعلق بالأعمال الباطنة والأعمال الحديث الأول الذي هو حديث الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، إخوتي الطلبة، ما زلنا في مدرستنا، هذه مدرسة البشرى، مع هذه المواد المقررة لها، وهي مادة تدبر القرآن، ومادة الحديث النبوي الشريف، ومادة الأصول، ومادة النحو والصرف من خلال ألفية ابن مالك رحمة الله تعالى عليه. ودرس اليوم بتوفيق الله تعالى في مادة الحديث النبوي الشريف من خلال هذا الكتاب المبارك الذي هو كتاب عمدة الأحكام، ومع هذا العنوان الدائم الذي هو تذليل سبيل الأحكام إلى آخره، هذا العنوان الذي تعرفونه. ودرس اليوم بتوفيق الله تعالى مع الحديث الخامس من أحاديث العمدة، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذا اللفظ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، اللفظ هذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولنبدأ كعادتنا ببيان مفردات الحديث الشريف، أي نسير على الخطوات التي نسير عليها دائما في تناولنا لهذه الأحاديث النبوية الشريفة. إذن لنبدأ بشرح وبيان مفردات الحديث. أول مفردة من مفردات هذا الحديث مفردة لا، لا هذه التي ترد في كلام العرب لمعان، وهي هنا للنهي ولا الناهية، قد تكون مفيدة لنهي التحريم. ومعنى كونها مفيدة لنهي التحريم أنه لا يجوز فعل ما دخلت عليه لا، وتأتي أيضا للتنزيه والكراهة، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا داخلة على قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث هي لنهي الكراهة وليست لنهي التحريم، لأن المقصود من الآية الكريمة نهي الإنسان أن يتصدق بخبيث ماله. المراد بالخبيث هنا ضد الجيد، وليس المراد بالخبيث هنا الحرام، لأن الحرام لا يجوز التصدق به، بدليل آخر الآية وهو قوله تبارك وتعالى: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو أنه أعطيتم هذا الخبيث الذي هو غير الجيد
لا تأخذونه إلا إذا غضضتم البصر وأغمضتم أعينكم عن عدم جودته. وتأتي لا ناهية مفيدة للتقليل، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا. فقوله تعالى: ولا تمدن عينيك، لا هنا ليست لنهي التحريم ولا لنهي الكراهة، وإنما هي دالة على التقليل، أي لا تمدن عينيك إلى هذه الدنيا لقلتها وحقارتها. وتأتي لا الناهية بمعنى الدعاء، كما في قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلا الداخلة هنا على قوله تعالى لا تواخذنا، المقصود بها الدعاء، لأنها من العبد لربه، ولا يصح ولا يعقل أبدا أن يوجه العبد النهي لربه، وإنما هو دعاء وتذلل وتضرع. وتأتي لا هذه بمعنى الإياس، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فلا يصح حمل لا هنا على ناهية التي تفيد التحريم ولا على الناهية التي تفيد التنزيه، وإنما المقصود بها تيئيس هؤلاء الكفار من أن يعتذروا في ذلك اليوم العظيم. وتأتي لا أيضا مفيدة للخبر، كما قال بعض أهل العلم، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فلا هنا وإن كانت مفيدة للنهي، فالمقصود بهذا النهي هنا هو الخبر. تلك طائفة من المعاني التي ترد لا الناهية لإفادتها. فما هو المعنى المناسب هنا لهذا المقام؟ المعنى المناسب لهذا المقام أنها مفيدة للنهي، إلا أن هذا النهي قد اختلف العلماء فيه. فالإمام مالك حمله على الكراهة، واستدل على ذلك بأن الماء الذي يغتسل فيه من بال فإنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن هذه القاعدة في تنجيس الماء: الماء الذي خالطته نجاسة لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فإن لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فالماء هنا يحكم فيه على أصله الذي هو الطهارة. فهذه القرينة التي جعلت الإمام مالكا يحمل لا هنا، أو يحمل النهي هنا على الكراهة، وغيره حمل النهي هنا على التحريم، لأن الأصل في النهي إذا أطلق وتجرد من القرائن هو حمله على التحريم، فلا يخرج النهي عن أصله الذي هو دلالته على التحريم إلا بقرينة، فإن وجدت القرينة فإنه سيدل على المعنى الذي دلت عليه القرينة، كما في المعاني التي سبق ذكرها. وسيأتي مزيد من الكلام على هذا المعنى عندما نتعرض لإحكام الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: يبولن لا يبولن، المفردة الثانية في هذا الحديث كلمة يبولن، وهي فعل مضارع مؤكد بنوني التوكيد، والمقصود هنا بالبول الفضلة التي تخرج من قبل الإنسان. وهذه الفضلة التي تسمى بالبول هي غير المني وغير الودي وغير المذي، لأن الذي يخرج من القبل من الفضلات أربعة:
المني الذي يخرج بلذة كبرى وهو خاثر ويخرج متدفقا وله رائحة تشبه رائحة الطلع، ومنه يتكون الإنسان. الفضلة الثانية أو النوع الثاني من الفضلات المذي بالذال المعجمة، وهو الذي يخرج من قبل الإنسان بسبب مداعبة أو تفكر في جماع، وهو ماء رقيق لزج. وهذا ليس فيه إلا الوضوء كما سيأتي، خلاف المني فإن فيه الغسل. أما النوع الثالث من الفضلات التي تخرج من قبل الإنسان فهو الودي بالدال المهملة، وهو ماء خاثر يخرج إثر البول. والفضلة الرابعة هي البول، والبول نجس كما أن الودي أيضا نجس، والمني أيضا والمذي أيضا، إلا المني ففيه خلاف وسيأتي ذكره في محله إن شاء الله تعالى. إذن قوله لا يبولن المقصود به الماء النجس الذي يخرج من قبل الإنسان. لا يبولن أحدكم هنا المقصود به كما سبق هو الإنسان الذي تجمعت فيه شروط التكليف، لأن النهي هنا تكليف ولا يوجه إلا لمن توفرت فيه شروط التكليف. المراد بقوله أحدكم كل إنسان توفرت فيه شروط التكليف فهو مخاطب بهذا النوع من التكليف الذي هو نهيه عن البول في الماء الدائي. قوله في الماء، الماء كلمة الماء دخلت عليها الألف واللام، والألف واللام ترد في الكلام لمعان قد تصل إلى 9 من تلك المعاني. المعنى الأول من هذه المعاني أنها قد تكون للاستغراق، استغراق الجنس. وضابط الألف واللام التي ترد للاستغراق قبولها للفظ كل في وضعه مكانها، فكل ألف ولام قبلت أن يوضع مكانها لفظ كل فهي لاستغراق الجنس، كما في قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وترد أل بمعنى الحقيقة، بمعنى حقيقة الجنس كما هنا. إذ المراد بالألف واللام هنا في كلمة الماء حقيقة جنس الماء، أي لا يبولن أحدكم في الماء المعلوم. وليس المراد أن تكون الهنا شاملة لكل مياه الدنيا، لأنه لا يعقل أن يكون النهي هنا منصبا على كل مياه الدنيا، لأنه غير ممكن أن يتبول الإنسان في مياه الدنيا كلها. إذن فالمقصود هنا بالألف واللام حقيقة الماء، فالنهي منصب على حقيقة الماء. وترد أل للعهد كما سبق في بعض الأحاديث التي سلفت، ترد للعهد وذلك عندما يكون مدخولها قد سبق ذكره، كما في قول الله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فكلمة الرسول قد سبق ذكرها.
منكرة فيه مصباح، المصباح في زجاجة، فهذه الداخلة على المصباح والداخلة على كلمة فرعون قد سبق ذكرها، فهي إذن للعهد الذي يسمى بالعهد الذكري. وتأتي ال للإشارة إلى اسم حاضر، إلى شيء حاضر أو إلى مسمى حاضر، كما إذا قلت يا أيها الرجل تخاطب شخصا حاضرا، يا أيتها المرأة تخاطب شخصا حاضرا من النساء، إذ هما في الغار، المقصود بالغار هنا الغار الحاضر، وكما في قول الله تبارك وتعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة الحاضرة، وكما في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر. وتأتي ال للمح الصفة، وهي داخلة على بعض الأعلام للإشارة إلى معاني تلك الأعلام، أي إلى المعاني الملحوظة في تلك الأعلام المنقولة، لأن العالم إما أن يكون منقولا وإما أن يكون مرتجلا. فالعالم المنقول عندما تدخل عليه الألف واللام فإنه يقصد بالألف واللام لمح وملاحظة الصفة التي نقل منها ذلك الاسم العلم، كما في قولهم الحارث النعمان الحارث، فالحارث هنا معرف بالعلمية، فليس في حاجة أن يتعرف بالألف واللام، لأن التعريف بالعالمية أعلى من التعريف بالألف واللام، فما بال الألف واللام الداخلة عليه هنا لملاحظة وللمح المعنى الذي نقل عنه وهو معنى الحرف، فهذه تسمى عندهم بأل التي تدخل على العالم للمح الصفة، أي للمح الصفة التي نقل منها. وتأتي الألف واللام موصولة، تأتي الألف واللام موصولة بمعنى الذي، كما في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة، أي الذي سرق أو التي سرقت. وتأتي الألف واللام بمعنى، تأتي الألف واللام زائد بمعنى أنها تحسن اللفظ فقط، أي لتحسين اللفظ وتزيينه وتجميله، كما في الألف واللام الداخلة على الذي والذين والموصولات كلها. فقد قال النحاة إن الألف واللام الداخلة على الموصول هو لتزيين اللفظ وتحسينه وتجميله، لأن الموصول هو ليس معرف بالألف واللام، وإنما هو معرف بالصلة، معرف بالصلة. وتأتي الألف واللام مفيدة للتغليب، وهي التي تدخل على بعض الأعلام التي صارت العالم غالبا عليها، فأصبح دخول الألف واللام أو وجود الألف واللام لا يفيد تعريفا، كما قال ابن مالك وبعض الأعلم عليه دخل للمحما كان عنه قد نقيلا، هذا بالنسبة للداخل على الأعلام التي هي للملاحظة. وقال أيضا في ال التي تدخل على الأعلام للتغليب قال في، نعم قال رحمه الله يعني ابن مالك وبعض الأعلام عليه دخل إلى أن قال بالنسبة للعالم الذي تدخل عليه الألف واللام ويصير عالما بالغلبة، وقد يصير عالما بالغلبة مضافنا مصحوب الكالعقبة،
وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. فأل في العقبة هنا لا تفيد تعريفا، لأن العقبة قد صار عالما بالغلبة، فصار وجود الألف واللام هنا لام لا يفيد تعريفا، وإنما يسمى دخولها هنا على العلم دخول الألف واللام من أجل التغليب. وقد تكون الألف واللام زائدة زيادة محضة، كما إذا دخلت على الحال، والحال لا يكون إلا نكرة، كما قالوا ادخلوا الأول في الأول، فقولهم ادخلوا الأول في الأول، الألف واللام الداخلة على الأول في الأول هنا زائدة زيادة محضة، وذلك لأن الحال لا يكون إلا نكرة. وقالوا جاء الجماء، الجماء الغفير، أي مقصودهم جاءوا جميعا، فالألف واللام الداخلة على الجماء وعلى الغفير لا تفيد تعريفا، لأن الحال لا يكون إلا نكرة. تلك طائفة من المعاني التي تفيدها الألف واللام الداخلة على الأسماء في اللغة العربية. إذن اللائق هنا من تلك المعاني في كلمة الماء الحقيقة، وبعضهم جوز أن تكون للعهد أي للماء المعهود، لكن المعنى الذي ذكرناه وهو أنها مفيدة للحقيقة هو الأنسب. الماء أصله موه، تحركت الواو فتح ما قبلها فأبدلت ألفا، الدليل على أن أصله موه هو أنك إذا صغرته أو جمعته تقول فيه مويه وتقول فيه أمواه. والقاعدة عند النحاة والتصريفيين أن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصلها. كلمة الدائم، كلمة الدائم في الحديث النبوي من الكلمات التي تحمل معنيين متضادين، فهي كلمة من الكلمات المشتركة ولكنها تحمل معنيين متضادين، ويقال في مثل هذه الكلمة هي من باب الأضداد، لأن كل كلمة تستعمل في معنيين متضادين يقال فيها هي من باب الأضداد، لأن كلمة الدائم تدل على السكون والتوقف والركود، وتدل أيضا على الدوران والاستمرار. فيقال مثلا ماء دائم بمعنى ساكن وراكد ومتوقف، ويقال أيضا ماء دائم السيلان، فهي بمعنى الاستمرار وعدم التوقف. هكذا قال أهل اللغة، قالوا فلان برأسه دوام أي دوار. فهذه الكلمة لما كانت مفيدة لمعنيين متضادين كانت من الكلمات المجملة التي تحتاج إلى بيان، لأنها من الألفاظ المشتركة. فجاء قوله عليه الصلاة والسلام الذي لا يجري مبينا وموضحا لمعنى كلمة الدائم. فكلمة الذي لا يجري هي التي أوضحت لنا وبينت لنا وقيدت لنا معنى الدائم هنا، حتى لا يبقى مجملا محتملا للجريان ومحتملا للتوقف والسكون. وهذا أولى ما حملت عليه كلمة الذي لا يجري، خلافا لبعض العلماء
الذي جعل هذا الوصف الذي جاء من بعد الدائم جعله مؤكدا لكلمة الدائم. بعض العلماء قال الذي لا يجري إنما هو مؤكد لكلمة الدائم، لأن الدائم المقصود به هو الراكد والمتوقف الذي لا يجري. والحق أن كلمة الذي لا يجري المقصود بها تقييد كلمة الدائم وبيان حقيقته ورفع الإجمال الذي تفيده كلمة الدائم، إجمال حاصل في كلمة الدائم الذي لا يجري. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه. ثم هي من أدوات العطف ومن حروف العطف التي تدل على معنيين. المعنى الأول هو الترتيب، والمعنى الثاني التراخي، فهي ترتب ما قبلها على ما بعدها. وهذا الترتيب إما أن يكون ترتيبا في الزمن، وإما أن يكون ترتيبا في الذكر فقط. الترتيب الذي تفيده حروف العطف الدالة على الترتيب إما أن يكون ترتيبا زمنيا، بحيث يكون ما قبلها سبق في الزمان وما بعدها جاء لاحقا، هذا نسميه ترتيبا زمنيا. وإما أن يكون الترتيب ترتيبا ذكريا فقط، من غير لفت ومن غير التفات إلى الزمن، فقد يكون ما بعدها قد سبق في الزمن ما قبلها، ولكن إنما روعي في الترتيب ناحية الذكر وناحية السرد فقط. وهنا كلمة ثم أفادت الترتيب، الترتيب الزماني، أفادت الترتيب الزمانية، وهي أفادت التراخي هنا. والتراخي في كل موضع بحسبه، تراخي ليس له وحدة زمانية قياسية، وإنما يكون في كل شيء بحسبه. ولذلك عندما تقرأ في القرآن الكريم هذا النوع من الترتيب الذي أفادته ثم، ومعه هذا النوع من التراخي، لا تجعل التراخي على وزان واحد. يقول ثم يغتسل فيه. يغتسل فعل مضارع المقصود به الاغتسال الشرعي. لماذا قلنا المقصود بالاغتسال هنا الاغتسال الشرعي؟ لأنه ورد في ألفاظ الشارع، وتفسير ألفاظ الشارع ينبغي أن تكون على مقاس وعلى المعنى الذي يقصده الشارع، وهو صلى الله عليه وآله وسلم هنا أراد الاغتسال الشرعي وليس الاغتسال الطبيعي والعادي الذي هو اغتسال لغوي للتبريد مثلا. فالمقصود بالاغتسال هنا الاغتسال الشرعي. ما هو الاغتسال الشرعي؟ إذا أردنا أن نفسر الاغتسال هنا بالاغتسال الشرعي ماذا نقول فيه؟ نقول في تفسير الاغتسال هو تهميم الجسد بالماء الطهور بنية رفع الحدث الأكبر، أو بنية استباحة الممنوع. إذا لابد فيه من أمرين، الاغتسال الشرعي لابد فيه من أمرين اثنين،
الأمر الأول تعميم الجسد كله بالماء الطهور، والأمر الثاني النية، نية رفع الجنابة أو نية رفع الحدث الأكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذ المقصود بالاغتسال هنا الاغتسال الشرعي الذي يترتب على الجنابة مثلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيه، ثم يغتسل فيه، وفي رواية: ثم يغتسل منه. وهناك فرق بين التعبير بكلمة منه وبين التعبير بكلمة فيه. كلمة فيه تفيد نصا النهي عن الانغماس فيه، وتفيد استنباطا عدم جواز تناول من الماء منه. فيه تفيد نصا عدم الاغتسال فيه، أي عدم الانغماس فيه، إن في هنا تفيد الظرفية، فالنهي هنا ينصب على الاغتسال فيه انغماسا، ويقاس عليه الاغتسال منه تناولا، بأن يتناول الإنسان الماء من هذا الذي وقع فيه البول، أي الذي بال فيه، فيغتسل من ذلك الماء تناولا وليس انغماسا. أما رواية منه فهي تفيد نص على النهي بالتناول، وتفيد النهي عن الانغماس فيه استنباطا. إذن فكل من الروايتين تفيد النهي إما نصا وإما استنباطا. فيه تفيد النصية على الانغماس، وتفيد استنباط النهي بالتناول، ومنه تفيد النصية على التناول، وتفيد النهي عن الانغماس فيه، عن الانغماس فيه استنباطا. ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لا يغتسل أحدكم، سبق الكلام على لا يغتسل أحدكم. قبل أن ننتقل إلى هذا الشطر من الحديث الذي أخرجه مسلم، نعود إلى كلمة ثم يغتسل فيه. يغتسل هكذا بالرفع، وهو المتعين هنا، أو على الأقل هو الراجح، يعني الراجح أو المتعين هو رفع كلمة يغتسل. وبعض العلماء جوز في كلمة يغتسل هنا، جوز فيها النصب وجوز فيها الجزم. ما وجه جواز النصب على هذا الرأي؟ وجهه أنه جعل ثم بمعنى واو المعية، فنصب كلمة يغتسل بأن مضمرة بعد ثم، لأن ثم هنا جاءت بعد النهي، فإذا حكم لها بأنها تفيد المعية كالواو، فإن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعدها، لأن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد واو المعية التي يتقدمها نهي أو طلب، وبعد فاء جواب نفي أو طلب، إلى آخر ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. كذلك ما وجه
الجزم على رأي من يقول به. وجه الجزم على رأي من يقول به أنها مفيدة لعطف الفعل على الفعل. المعطوف عليه هنا في الحديث النبوي الشريف لا يبولن، ويبولن محله الجزم، لأن لا الناهية تجزم الفعل، فيكون ثم يغتسل فيه معطوف على يبولن من باب العطف على من باب عطف الفعل على الفعل. وهذا وجه ضعيف، كما أن النصب أيضا وجه مرجوح. لماذا كان هذا الوجه وهو الجزم وجها ضعيفا؟ لأننا لو حملنا العطف على عطف الفعل على الفعل لكان المعنى لأنه لو حملنا الجزم هنا على عطف الفعل على الفعل لكان المقصود هو لا ينبغي أن يجمع الإنسان بين المعنيين وبين المنهيين في مورد واحد، بمعنى لا يجمع بين البول وبين الاغتسال في مورد واحد. وليس هذا هو المقصود الحديث، إنما مقصود الحديث هو بيان مقصود الحديث هو بيان ما يترتب على البول في الماء الراكد من نتيجة، أي بيان ما يؤول إليه الأمر. لأن الإنسان حين يغتسل حين يبول في الماء الراكد قد يحتاج إلى الاغتسال في ذلك الماء فيمنع عليه. الحديث المقصود فيه هو بيان عاقبة البول في الماء الدائم، وأن من بال في الماء الدائم سيؤول أمره إلى أنه سيحتاج إلى الاغتسال في ذلك الماء ويمنع عليه لكونه قد بال فيه. هذا على وزان قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره: لا يضرب أحدكم زوجته ضرب الأمة ثم يضاجعها. لا يضرب أحدكم زوجته ضرب الأمة ثم يضاجعها، أي أنه إذا ضربها في أول النهار ضرب الأمة قد يحتاج إلى مضاجعتها، وذلك الضرب يمنعه من ذلك. لذلك الوجه الراجح والذي ينسجم مع مقصود الحديث هو رفع يغتسل، ويكون العطف من باب عطف الجمالي وليس من باب عطف الفعل الفعلي، أي ثم يغتسل فيه، أي ثم هو يغتسل فيه. جملة المعطوف عليها هي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. والجملة المعطوفة هي قوله ثم يغتسل فيه، فهي جملة مستقلة، تكون جملة يغتسل فيه. قلنا بأن الوجه الذي ينبغي أن ينزل هنا على قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه أن يكون من باب عطف الجمل وليس من باب عطف الفعل على الفعل، لأن عطف الفعل على الفعل لا يستقيم مع المقصود من الحديث، لأن المقصود من الحديث هو بيان عاقبة ومآل هذا الذي بال في الماء الدائم، فإنه قد يحتاج إليه ثم يجد نفسه قد منع منه بسبب التبول الذي أحدثه فيه. أما لو جعل من باب عطف الفعل على الفعل لكان المعنى
أنه توارد على شيء واحد، وليس الأمر كذلك، لأنهما لا يتواردان على شيء واحد. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية من البحث في هذه المسألة عندما نتعرض للحديث من جهة استنباط الأحكام التي تستنبط منه. ولنكتفي الآن بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن ينفعنا بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يشرح صدورنا لمعرفة معانيها ومقاصدها، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.